في مصر ويسوق ميكروباص. اول جاهز؟ اول اول واحده اهدى بقى ثانيه تابع الورده. حبيبي ازيك؟ ايه الاخبار؟ كل تمام. نمت كويس؟ كويس جدا. مية مية. عشان النهارده عندنا شغلانه صعبه شويه. ايه ده؟ النهارده انت هتشتغل سواق ميكروباص وتباع. ايه ده؟ طب يا ايه ميكروباص ايه؟ يعني هنمشي في شوارع القاهره كده ونلم ناس وبتاع وحاجات حلوه. اهم حاجه بتعرف تسوق. ايوه ايوه حاجه جامده. وبقول لك ايه، انا هكون سواق كويس جدا واحسن منك. متاكد؟ ايوه. لا يلا بينا نشوف. يلا نشوف. يلا بينا. تعالى بقى ايه، هعرفك على اللوستة مصطفى. تمام. ده الميكروباص اللي هنشتغل عليه النهارده. بجد؟ اه انا جاهز. استا مصطفى ايه الاخبار؟ إيه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام. معاك النهارده الصبي براين. ازيك؟ انا براين. تمام. هيشتغل معاك تباع. تباع؟ ايوه. تمام. تعرف اشتغلت قبل كده تباع؟ لا خالص، بس انا هجرب. جرب؟ اه. لو اشتغلت تباع وبقيت تمام اخليك سواق. حبيبي ايه رايك؟ هتبقى سواق جدا. اديله. ممكن ابدا دلوقتي؟ ها دلوقتي؟ طب يلا كده طبعا كده. صح فوطه. انا جاهز. حلو قوي الكلام ده. موهبه موهبه طبيعيه. خد البس دي بقى، تنزل لي اليونيفورم بتاعك النهارده. الله. شكرا جدا. روق عليك اهو. ازاي؟ افتح خش. ماشي ماشي شكرا. اخر الشارع وعاشر عاشر. التباع ان شاء الله شغله سهله ومش صعبه. انت كل اللي محتاج تعمله ان انت هتبقى قاعد هنا في الغالب الكرسي ده عشان تلم الاجره من الناس اللي هتركب، وتنادي تقول للناس احنا رايحين فين. احنا هنمشي من عند الرحاب كده لحد الحي العاشر. الحي العاشر؟ ايوه تمام. والناس تركب. ماشي خلاص. اوكي. اول ما الناس تركب هنلم منهم الاجره. ماشي. الاجره كام؟ 5 جنيه ونص. 5 جنيه ونص؟ اه. اوكي 5 جنيه. اوكي في فكه وفلوس كمان الاثنين. اوكي تمام. 5 جنيه ونص. اوكي تمام. واوعى تسرق اي حاجه. تسرق اي حاجه؟ اوعى تسرق حاجه. اوكي اوكي ماشي ماشي. انا هحاول، انا هحاول اعمل كده. ماشي. كله في دماغي. يلا بينا ان شاء الله. يلا بينا. بص بقى، تلاقي اي حته كده فيها ناس ايه، تبدا بقى تنادي. تمام. ابدا اقول عاشر عاشر العاشر الحي العاشر العاشر العاشر. عايز العاشر؟ لا العاشر العاشر هنا. شوف الراجل هناك ده، شوف الراجل هناك ده. العاشر العاشر العاشر. السلام السلام. العاشر العاشر العاشر. اه تمام تمام. اتفضلي. ايوه ايوه. عاشر زهراء. ايه الاخبار؟ تمام. انا وديك الزهراء ما تقلقيش. عاشر ولا زهراء؟ هو العاشر اللي هو السلام. السلام. لا لا معلش. في فرق بين العاشر العادي وعاشر زهراء. ركز معانا يا ابراهيم. ماشي سلام سلام. المرة الجاية عشر العاشر الحي العاشر العاشر. تمام تمام. ادخل. ازيك عامل ايه؟ حمل حي العاشر. ايه العاشر العاشر العاشر. ايوه العاشر حي العاشر. ماشي 5 جنيه ونص. ايوه ادخل. حلو. اطلع يا اسطى. وفين الاجرة؟ الاجرة خلصت. ايوه خلصت. الاجرة هتلم منهم 5 ونص. اوكي ماشي. 5 جنيه وده جنيه. لسه وده جنيه. جنيه. اوكي خلاص. أوكي. خلاص كله تمام. اديهم للوسطى يا اسطى. كام واحد؟ اثنين بالظبط كده. لم الاجره من ورا. الراجل اللي ورا، الراجل اللي ورا ده ما دفعش. يا استاذ الاجره لو سمحت. ايوه طبعا. يور امريكان ريسبشن. باشا تباع. تمام. العاشر العاشر صح؟ العاشر. يلا العاشر 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 العاشر. لا 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 تروح العاشر. طيب العاشر. ما تيجي العاشر. لا اوكي. الاجره 5 جنيه ونص. عامل ايه؟ سلام. سلام. تمام حبيبي يا ماشي. عامل ايه؟ شفت مره واحده دخلت الميكروباص لقيت نفسك في اليوتيوب. عايز تروح فين؟ جمع المدارس اللي جايه. الجامع مدارس حاجه. جمع المدارس اللي جاي. ماشي 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 ماشي. نادي العاشر برضه. العاشر العاشر العاشر. نزله نزله. اتفضل. شكرا يا غالي. اوكي مع السلامة. العاشر ازيك حبيبي؟ تبعك على فكرة. شكرا جدا شكرا جدا. سلام.
العاشر العاشر. لا خلا اقفش المباه. العاشر 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 يا معلم العاشر. تمام؟ تعالى يا باشا. اه خش خش. اه اركب اركب. عاشر. العاشر. العاشر يا مدام العاشر. اه. العاشر. تمام اتفضل. خش. عدوين عدوين. ما شاء الله احنا هنروح النهارده اخر يوم ايه؟ اه بس ده شغل كويس بنجيب فلوس كتير النهارده بسرعة. الحمد لله على السلامة. ماشي. ننزل يا باشا. اوكي تمام. مية مية. انا اعتقد كده انت عديت المرحلة الأولى. اوكي تمام. دلوقتي انت جاهز هتبقى سواق. ايوه. ان شاء الله ان شاء الله خلاص يلا يلا بينا. عم براين ايه الاخبار؟ كله تمام زي الفل. بص يا مصطفى باشا انا كل حاجه بالنسبه لي تمام. اوكي. مشكلتي الوحيده هي الهاند. فين الهاند؟ قدام على اليمين دي. اه فوق الازازه. اه بتشد وخلاص وهنا دبرياش و حلو الكلام. بس ايه ده؟ ده الهاند هاند بريك. اوكي تمام 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 تمام. حلو الكلام؟ وايه ده؟ ده يعني 22 ده درجة حرارة. ده مش التكييف. لا. التكييف؟ لا 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 تقلقش ده الوقت. الوقت ماشي. ومش مظبوط ما تقلقش. تمام؟ سوقت المانيوال قبل كده؟ ممكن ثلاث مرات في حياتي. ايه؟ ثلاث مرات في حياتي؟ سوقت المانيوال ثلاث مرات؟ اه. ربنا يستر. طيب المانيوال مديك سريعا. المانيوال قدام واحد رقم واحد. اوكي. اثنين ورا. اثنين. ثلاثة واحد في النص. اربعة ورا. خمسة. وبعد كده مارش ترجع. اللي على الشمال ده الدبرياج. دبرياج؟ اه دبرياج على الشمال. انا برضو بقالي كتير ما سوقتش مانيوال. عشان اغير يعني. غير واحد اثنين ثلاثة. تمام. انا بقالي مثلا برضو خمس ست سنين ما سوقتش مانيوال. خليني اجرب. خليني انا اجرب ولو تمام يبقى انت تجرب. اوكي ماشي ماشي ماشي. يلا يلا. ان شاء الله خير. السلام عليكم. مستنين فين البدايه؟ ايوه دي. ايه رايك؟ كويس كويس. حلو الكلام. ايوه. واو. دورك بقى. اوكي تمام يلا بينا. اوكي ماشي. اول حاجه يعني الحزام. الحزام. اه الامان ان شاء الله خير يعني. اه طبعا مهم جدا. طب دلوقتي يعني الموتور. اه الموتور. اه الدبرياش. الدبرياش هتدوس على الاخر. اوكي. وهنشغل عربيه. لا دي فرامل. دي فرامل. اوكي ماشي. ودي بنزين. اوكي دي بنزين. طب سيبك من البنزين دلوقتي. سيب البنزين دلوقتي مش عايزينه. مش عايزين البنزين. اه خليه مش محتاجين. بس كده. اه خليك على الفرامل ممكن. شغل عربيه دور. اول مره. اه ايه ده؟ عشان انا كنت شغال بيها. جامد قوي صح؟ اه الله عليك. يلا بينا. ربنا اهدى بس اهدى. اوكي يعني إيه؟ اوكي ماشي. تيك ات ايزي عشان هيبقى معانا ناس كمان شويه فربنا يستر. هتجيب اول. بس اكشلي بدل ما تجيب اول لف شمال عشان احنا ممكن نخش في العماره ونخش في العربيات. مش عايز اخبط العربيه دي. تمام. جاهز؟ هات اول. اول واحده اهدى بقى ثانيه. سامع الورده؟ شكرا شكرا. مشكور مشكور. طيب في حد جاي. بص ورا بص في المرايه. اوكي. هو صغير جدا. معلش معلش. واو. في حد جاي؟ لا لا لا. طب واحده 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 واحده. بتشد بتطلع واحده وتشيل واحده. ايوه اوكي. تطلع واحده وتشيل واحده. واحده واحده. ايوه. الله 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 اكبر. الله اكبر. اوكي ماشي. ماشي. ده صغير جدا. هذا الثاني. هذا الثاني. ايوه 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 هوبا 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 هوبا. على طول على طول. اسف اسف. اسفين يا جدعان اسفين. الراجل لسه اول يوم يعني يوم ما يسوق في مصر ويسوق ميكروباص. الموضوع مختلف تماما من السواقه في امريكا. طبعا. اه طبعا. هدي عشان في مطب. مطب؟ مطب ده. مطب ده اللي بيبقى على الارض كده كيرف. اه اوكي اوكي اوكي. اديها واحد دلوقتي. اديها واحد. اثنين. اوبا صوبا. ده اثنين. ثلاثة بقى. ثلاثة؟ أكيد. اتفضل. العاشر ولا بقيت تصل؟ العاشر. العاشر زهراء؟ اه عاشر زهراء. اتفضلي يا حاجة تعالي. أهلا وسهلا.
يلا بس يلا. اوكي ماشي. ممكن الباب اقفل الباب ها؟ تمام تمام تمام. اوكي. 5:30 بالضبط. واحدة واحدة. عاشر؟ هاي العاشر مدينة مصر. مدينة ايه؟ وقف كده تعالى اهو. ده بقى يطلع دماغه بره. اوكي. هدي واحدة واحدة. واحدة واحدة. عاشر عاشر. عاشر. يلا بقى. لا هو على فكرة معلم. والله معلم. هو بس مش بتاع بقى مثلا 5-6 سنين ما سقش مرة. خليك على ثلاثة. خليك على ثلاثة. اوتوماتيك. مع السلامة. هلا. مية مية. ماشي. بس. استنى على الشقة بالله. بسم الله. زهراء زهراء الاول زهراء الاول صح عارف. اوكي عارف. خش خش 3:30 زهراء اهلا وسهلا ايوه ازاي كله تمام زهراء زهراء الاول زهراء الاول سلام السلام سلام السلام رعاية الله في معانا ركاب تاني لا لا خلاص كلهم طب الحمد لله كده احنا خلصنا الرحله في نص الطريق الحمد لله على السلامه ماشي خلاص اوكي شكرا جدا رحله جميله حبيبي 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 بص يابا عملنا النهارده شكرا 48 جنيه 48 جنيه بالظبط كده ايه رايك هو مش بطال شغال مش بطال حلو الكلام شكرا وايه رايك في الراجل ده؟ الراجل ده فيري جود كده سواق ولا دباع؟ هو سواق 70-80% انما تباع 100-100 100-100 يلا واحسن من كريم؟ تباع 100-100 خلاص لكن كسواق حازم معلمين ماشي ماشي اوكي تمام حبيبي انا مبسوط بس احنا عايزين اي حاجه كده انا اروق على برين عشان هو تعب النهارده 10 جنيه حبيبي يلا يا عم اي خدمه انت عايز فلوس يا باشا يعني اي حاجه شوف اللي انت عايزه اللي انت تشوفه طيب ماشي اللي انت تشوفه عشان خاطر بس برين انت خد دول النهارده 7 جنيه خد خد يا برين 2 جنيه دول لا 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 5 جنيه كده حلو لا انت عشان هو سبعة ايه استنى بقى هو تمام تمام حلو كده زي الفل ده كده ضحك عليك 100-100 يا باشا احنا شكرا ليك النهارده شغلتنا معاك والراجل ده هنجيب له الكواس ان شاء الله في امريكا ونجيبك معانا طيب اكيد خلاص اكيد بقول لك ايه ايه ما توقف شغل شويه وتيجي نلعب طبق طاير ماشي تمام فريزبي اوكي خد ايه جاهز يلا ممكن العاشر هاي العاشر انتوا رايحين فين؟ لا هتروح العاشر ولا رايحين فين؟ احنا رايحين العاشر بس خليك قاعد اشتغلت كده ولا ايه؟ مش ايه تاني ماشي اهي عادي ده عادي ما تشغلش بالك اوكي ما تشغلش بالك انا عايز اوري يعني صوره حلوه من مصر للعالم كله وهي مصر صوره حلوه اكيد